في موضوع آخر، أكد رئيس الحكومة المغربية عز الأخنوش أن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي. وأوضح أخنوش أن الحكومة لا يمكنها دعم أسعار الوقود على حساب مواد أساسية أخرى، وخاصة الغاز والكهرباء والدقيق والخبز. نتكلموا بصراحة مع المواطن. أزمة كاينة وحنا قادرين عليها وغادي نخرجوا منها إن شاء الله. وهاد الأزمة واحد النهار غادي تسالي، وملي غادي تسالي غادي تشوف الله هكا، وغادي تشوف اش خليتي وراك، واش خليتي من وراك سيدين بحال هذا اللي لقينا، ولا غادي تلقى مشاكل ديال التمويل اللي حنا خايضين فيها اليوم. حنا الحمد لله واقفين على رجلينا وغادي نخليو البلاد واقفة، وكتشوفوا الاستثمارات اللي تكلمت عليها الأهمية ديالها. كاين مسائل كبيرة اللي كتعمل، والطريق الصحيح هو هذا. وحنا ما غاديش يعني ما غاديش نوقفوا الدعم ديال الغاز، غادي نبقاو غاديين معاه رغم انه ارتفع ب 300. وغادي وكنفكر لانه علاش؟ لانه كنفكر في هذيك السيده اللي كطيب لوليداتها وخصها تلقى البوطه بالثمن ديالها. وما غاديش نوقفوا دعم الكهرباء، لان هذوك العائلات البسطاء ما يمكنش يخلصوا الضو زايد من هذا الشيء اللي كيخلصوا اليوم. وما غاديش نوقفوا الدعم ديال الدقيق والخبز، لانه هو الطعام الاول ديال المغاربه. ولكن مستعدين باش ندعموا النقل ديال هذه البضائع باش ما تزادش، داكشي علاش كنعطيو للمهنيين. مستعدين انه كان النقل ديال المدرسه ديال لي بروفيسيونيل حتى هو كندعموه، لان هذوك الوليدات الصغار اللي ما عندهمش. اذا حنا كنمشيو يعني البرامج ديال الهشاشه اللي كتمس الناس وكندعموها، وهذه راه 3.5 مليار بلا هادشي ديال الدعم ديال النقل وداكشي كله اللي هي جد مهمه. ولكن اسمح لي، ما عندناش امكانيات باش ندعموا المازوت، باش نكونوا واضحين، ما عندناش الامكانيات باش ندعموا سميتو، والا يعني سوف يكون ماليا متقوبه. ما يمكنش، هذه دوله. انا المراه مسكينه ضعيفه، خصها كيفاش تطيب، ولا خصها الخبز، ولا خصنا الطونسبور ديالها في الطوبيسات ولا ديال التاكسيات او الطونسبور ديال المدرسه. انا معاك، حنا داك الشيء علاش كل خطا كندخلوا. اما حاجه اخرى يعني مع احترامي يعني المواطنين جميعا، ولكن انا كرئيس حكومه يعني انا هنا باش نتكلم بصراحه ونتكلم بالمعقول ونقول اللي يمكن ندير واللي ما يمكن.